وفقكم الله، هل يداوم الإمام على قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر كل جمعة أم يقرأها في الشهر مرة؟ لا، يقرأ يكثر من قراءتها في الجمعة، لكن ما يداوم عليها دائما دائما، اتركها بعض الأحيان بعض الأحيان، ما هو بيقرأها بعض الأحيان، لا اتركها بعض الأحيان، الغالب أنه يقرأها. لكن اليوم غلب الكسل على الأئمة، غلب الكسل ولا حول ولا قوة إلا بالله، فصاروا لا يقرؤون هاتين السورتين إلا من شاء الله. نعم.